حياة كفاح كانت أول. دكتور إبراهيم سعد مجيد الرفاعي كان السيد عبد الوهاب سعد مجيد العضيد أخوك والوالد عندهم أول مزرعة بالفنطاسيا من المعهد. ذكرها كان فيها خيل. سيدي السبعين. إي والله ذكرني إحنا صغار أنت لساتك شباب. الحين الدكتور إبراهيم سعد مجيد الرفاعي ذكرنا الله يرحمه الشيخ الحقان راشد. كان يقول هو أنا طلعت الغوص وفريت صوب فارس أنت سولفت لنا. كان رحاله كان سندباد. سبحان الله سبحان الله. في أحد عنده سؤال عن الفنطاس؟ سيدي بكر النعيمي أستاذ المزيعل من وجهاه للفنطاس. سيد بكر النعيمي الرفاعي المحامي شنو عندك سؤال عن الفنطاس؟ أنت من أهل الصباحية؟ لا والله لا الصباحية مصدق بغداد مصدق. شنو تسأل عن تحب تعرف عن الفنطاس؟ بالنسبه لاغلب المنتوجات الخارجيه هو اليوم نقدر نسال عن الكويت القديمه تقول انا شفته بالمضاد تقول له اعطني بغدونس واعطني شبن. ماكو اول لا بغدونس ولا شبن ما عندهم الا رويد وبقل. انا في واحد على التجري كان عنده مزرعه 50 على فاز من براغو فيقول احنا هذه الطماط ما كنا نعرفها. اي جابوه واحد من سوريا من الشام واحد من سوريا جاب البذر قلنا نزرع صدر الرياض